نرجع تاني مع بعض، والفاصل كان قصير جدا. وكابتن كنت رايح فين يا كابتن وليد؟ يا عم كنت رايح فين؟ مخرج بيقول لك 60 ثانية دول كتير قوي. ده ناس بتحيا وناس تموت وش إيه يعني، وبلاد تشيلك وبلاد تهدك. ايه كنت رايح فين؟ كنت رايح اقف شويه عشان الاضاءه دي الرهيبه دي، كنت رايح اريح شويه. طيب لو اتكلمنا بقى عن يعني عن المباراه بشكل عام، مش هنتكلم عن لعيبه معينه، ولكن كمباراه نادي ام بي النهارده ما يستحقش الفوز، نادي اتحاد الشرطه يستحق الفوز. ايه الاخطاء اللي وقع فيها نادي ام بي غير عدم احترام المباراه او عدم اخذ المباراه بجديه؟ بص، هو الاخطاء الفنيه، كابتن طارق مريح عدد كبير شويه، كبير شويه من وجهه نظري من التشكيله الاساسيه. يعني هو انا بشوف ان كان برضو يعني على الاقل يبتدي بكهربا بدل رمضان ربيع، كان يبتدي يعني اشوف ان هو كان برضو شويه يبقى توبه في نص الملعب مع صلاح سليمان، الناس اللي متعوده على بعض شويه. انت عارف دايما المدربين بيغيروا تغييرات كتير في الكاس، لكن دايما بلعب ضد الممتاز به، دايما بلعب ضد فرق مع فرق دوري ممتاز. أيوة، الامور مختلفه. برافو عليك. يعني انا كنت اشوف ان كابتن طارق برضو على الاقل يظبط الدنيا الاول، وبعدين بعد لما يكسب يبتدي يغير التغييرات اللي هو يقدر يدي بيها فرص. لكن طبعا برضو في الاخر هو حاطط ثقته في لعيبته، وللامانه برضو في اخر الشوط الثاني كان انبي قريب جدا من التعادل. لكن انا علامه الاستفهام اللي عندي في حاجه واحده بس، ان لما احرزت الهدف الاول في الدقيقه 48، الهدف ده عملها عبد الله جمعه حلو قوي، وفي كثافه عدديه دخل لجوه وباصه، واحمد جعفر سندها وقعود حطها وراحت للراجل كهربا حطها كويس قوي. بس من اول الهدف ده في الدقيقه 48 لغايه الدقيقه 56، انا شايف ان انبي يعني مش عايز اقول زي الفرق الصغيره، بس عايز اقول انه مش محسسني ان هو كسبان. انا المفروض ان الاهلي الزمالك الاسماعيلي لما خلاص بيجيب جون بتحس ان في سيطره على الملعب. يعني ايه سيطره على الملعب؟ يعني انقل كتير، اباصي كتير، اصدر بقى توتر وقلق، واخلي الفرقه دي اتحاد الشرطه تطلع بره المواقع بتاعتها الدفاعيه. يعني ايه الميزه ان انا جايب جون؟ ميزه ان انا جايب جون ان انا انقل كتير ورا، فبالتالي يبتدي نانا بوكو يجيلي، ويبتدي بسيوني يجيلي، ويبتدي المساحات تفتح. لكن ده ما حصلش. انا حسيت ان فرقتين عادي اكنها برضو تعادل بدون اهداف. فبالتالي بعد لما جاب اتحاد الشرطة هدفه بدأ انبي يحس ان هو اخطأ كتير قوي في التعادل ده. وطبعا مع تألق عمرو حسام لازم نقول ان المباراة دي برضو كان وارد جدا انها تطلع تعادل، وارد جدا ان احنا نشوف ضربات جزاء. فمن وجهة نظري ده سبب. السبب الثاني برضو هدوء شوية في أداء نادي إنبي، مش في المباراة دي بس، من أول ما كسب نادي الزمالك. إنبي من ساعة ما كسب نادي الزمالك وهو تحس إنه متغير. أنا عايز الحالة دي يا بيبو، معلش طبعا صلاح سليمان يعني هو راجل يعتبر مدافع، هقولك بس تقف في حتة، بس اقف، ارجع بس، ارجع، أيوة بس كده، أنا هنا يا صلاح، ليه اشوط الكره دي بسرعه كده وبالتردد ده؟ ما احط بطن رجلي الشمال على اخد الكره قدامي، ويبقى ده انفراد، وتبقى الدنيا قدامي رايقه قوي، وابقى شفت الجون، وابقى شفت الزاويه الضيقه المفتوحه جدا، وابقى شفت الزاويه الواسعه. لكن ايه الاستعجال الرهيب ده؟ ان انا، ما انت خلاص لمست الكوره، يعني ارجع معلش ورا كمان يا بيبو، يعني ارجع، ارجع ورا كمان شويه، كمان كمان. بس هنا كنت اقول لك المساله صعبه جدا، لازم تلطش، لكن انت سندت خلاص، كمل بقى، سندت برجلك الشمال واحده، فدلوقتي انت خلاص خدت الناس كلها في ظهرك، ايه لازمتها دلوقتي اشوط دلوقتي؟ طب ما انا ممكن احط رجلي على الكره دي واروح بيها انفراد. فهنا وهو طبعا بيلوم نفسه جدا، لكن انا مش هقدر الومه لانه طبعا هو اصلا مدافع وتفندر، وجه في المكان ده يعني من المرات القليله ان صلاح سليمان يجي في الحته دي. بس هي بعد كده تبقى برضو درس ليه، ان لما يجي هنا يتقل شويه على كورته، استعجل فيها قوي، هو خد الناس في ظهره خلاص، فكان لازم تنتهي بهدف. طيب يعني افكر مشاهدينا تاني بلقاءات النهارده اللي اتلعبت في بطوله الكاس، لقاء المقاولين العرب والمريخ، فوز المقاولين 2-1، سموحه ونادي صيد المحله 4-0 لصالح سموحه، واخيرا فوز اتحاد الشرطه على ام بي 2-1. كده 16 فرقه صعدوا الى دور ال 16، وكل الفرق اللي صعدت هي فرق الدوري الممتاز. نشوف الفرق اللي صعدت الى دور ال 16 مع بعض: الزمالك، المقصه، حرس الحدود، الداخليه، وادي دجله.
دمنهور، الاتحاد السكندري، النصر، الاهلي، بتروجيت، الاسماعيلي، الجونه، الرجاء، المقاولين، سموحه، اتحاد الشرطه. يعني 16 فرقه من فرق الدوري الممتاز وخروج اربع فرق. ايوه صح. الفرق اللي خرجت المصري، ايوه، والاسيوطي سبورت، وفي فرقتين كمان ام بي، طلائع الجيش وام بي، ام بي وطلائع الجيش وام بي، طلائع الجيش وام بي والاسيوطي والنادي المصري، والنادي دول الاربع فرق الوحيدين في الدوري الممتاز اللي غادروا بطوله الممتاز او بطوله كاس مصر. تقدروا تتوقعوا القرعه تبقى عامله ازاي في دور ال 16؟ وطبعا يعني احنا عارفين قلنا هيبقى الاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه، يعني الزمالك والاهلي مش هيلعبوا بعض، غير وبتروجيت في مجموعه وسموحه واخدين الفريق الاول لغايه الرابع في الدوري السنه اللي فاتت، وهيعملوا كل فرقه يعني كل فرقتين في مجموعه، الاهلي والاهلي وبتروجيت او الاهلي وسموحه، الزمالك وبتروجيت او الزمالك وسموحه. ممكن ما نتوقعش القرعه طبعا، لكن ممكن نتوقع المربع الذهبي، ممكن نتوقع مثلا فرق تقع، او ممكن نتوقع ما هنا بقى يعني انت بتتوقع اربع فرق من 16 فرقه، فده اللي ممكن. لكن فكره ان كل المستويات قريبه، مستويات قريبه، بس عندك يعني النصر ودمنهور والرجاء، عندك الاهلي والزمالك، الجونه، عندك الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك يعني مربع ذهبي ده بتروجيت، وارد جدا، اتحاد، مقاولين، وادي دجله، اتحاد شرطه. لا يعني الامور لسه بدري، ما اقدرش كتير، بس انت ممكن تقرب شويه، ممكن تقولها من خلال مستويات يا كابتن. بس ده كاس، خد بالك، هو طبعا عارف المشكله برضه الفرق كلها كمان زي بعض بالظبط، لازم في حاجه كده، حته مفاجآت لازم تخلي اللي هيحصل هيحصل. يعني ما حصلش في دوري التوب 30 هيحصل، مفيش مفاجآت خلاص. لا يعني لا، ممكن تفرق، انت متوقع ان هو في مثلا مربع الذهبي يا كريم تلاقيه في دور 16 خرج، ومش مثلا، ما انت عندك مع احترامي الكامل لكل الفرق، ما في فرق مش في ترتيب حتى الدوري بعيد قوي، لكن لما يلعبوا مع بعض ممكن تلاقيه سهل جدا مخرجك من الكاس بالظبط. يعني النهارده مع الشرطه خرجت انبي مع فرق امكانيات كبيره جدا كويس، لكن خرجته وخرجته باداء احنا كلنا متفقين ان هو اداء جيد جدا. بس عايز اسال سؤال بس وجاوبوني عليه انتوا الاثنين. يعني كان نفسي حد يجاوبني من انبي، هو ليه انا عندي توبه لعيب ديفندر في نص الملعب مدافع ولاعب صلاح سليمان؟ ما انا لسه بقول لك، ما هو بيجرب يا كابتن، بيجرب. لا صلاح سليمان كان بيلعب في الدوري برضه، هو النهارده حاطط فرقه، يعني النهارده حاطط ناس معينه، هو الطبيعي ان توبه اللي يلعب بالزبط. ولو كمان النهارده عارف اللاعب على حساب توبه مين؟ نور السيد. ايوه بالظبط، ما انا هقول لك كده. طيب عشان انا لسه قايلها. بص 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 يا كريم، ما ينفعش انا في مباراه ومباراه كاس، ما ينفعش اروح، حتى احنا دايما بنقول لما تيجي تغير خصوصا في حته نص الملعب دي يا كريم تبقى حريص جدا. أيوة. انك نص الملعب ده هو اللي بيديك التفوق في اللعبه كله، الدفاع والهجوم. يعني حضرتك تقصد ان صلاح سليمان في المساك افضل طبعاً من الهاف ديفندر، طبعا وتوبه يعني افضل من طبعا صلاح المكان. بص يا كريم، الكلام ده بلعب لما انا اكون ما عنديش ومزنوق ومضطر مثلا لاعب وليد في حته مش بتاعته، لكن هيأديها هيأديها. بس هو كابتن طارق موظف صلاح سليمان من اول الدوري في كويس، لكن ما بيلعبش جنب نور. لا بس يبقى انت النهارده نص الملعب بتاعك كله اختلف. أيوة. واحد مش مكانه بس بيلعب كديفندر بيوقف اوكي ماشي مدافع، وواحد اول مره يلعب النهارده مهما كان نور. انا لعيب كويس وهاي، لكن هي المشكله ان مفيش حته التفاهم بالاثنين كابتن. ده هو عنده كمان محمود فتحي، يعني محمود فتحي كمان هو ديفندر اساسي. طيب. على طول بيلعب كل المباريات في النهارده. يا كريم يعني حتى تغييرات يا وليد اللي عملها كابتن طارق هجوميه في الشوط الثاني واحرز هدف، لكن الملعب فاتح منه ليه؟ لانه عنده في كل هجمه اربعه مش موجودين ما دفعوش يا كريم، عشان كده بقول لك نص الملعب بتاع الشرطه امتلك الشوط الثاني كله. لان عنده اربع لعيبه في كل هجمه مع فريق انبي مش موجودين معاك دفاعيا، فانت خلاص المساحات شوف الجول الثاني جه ازاي، راجل في نص الملعب لوحده جدا، محمد بسيوني جري اتعملت بين السنتر باكين خلاص جول. طيب انا عايز اقول لكم خبر كده اتقال النهارده وطلع من النادي الاهلي، والكابتن وائل جمعه كان ليه تصريح ان اتحاد الكره بيفكر ياجل مباراه الاهلي وطلائع الجيش يوم 24 ومباراه الزمالك والاهلي يوم 29، قلقانين من المظاهرات يوم 25 يعني. بيقول لك الاخوان ومظاهرات والكلام ده، انت عارف مباراه الاهلي والجيش يوم 24 ومباراه الزمالك والاهلي يوم 29، هل انتم مع التاجيل؟ لا طبعا. انا يعني 24 بس الكلام ده بشكل ودي، مفيش حاجه رسمي. لا يعني 24 دي قبل تفكير داخل اتحاد الكوره، 24 دي ما قبل الحدث، يعني لسه اصلا 25 يناير، فمش هاجل اللي قبليها بالعقل،
ويوم 29 هيكون بان يوم 25 وخلاص يعني الدنيا يعني ما عشان كده انا بقول لك التأجيلات احنا صحيح بقى عندنا الامور سهله جدا. منتخب مصر بره الفكره الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات عنده اجتماع النهارده مع المسؤولين في وزاره الداخليه بالليل النهارده هيقعدوا في جلسه بالليل. هو وارد علشان سبب تاني بقى يعني ممكن 24 ده تحديدا علشان فكره تامين كل الشوارع بالزبط. يعني هو يقول لك بقى ايه بدل ما استنفذ مثلا عدد من قوات الشرطه في تامين مباراه قبلها بيوم تحديدا الاهلي وطلع جيش ومباراه واحده بس يوم 24 يعني. انا بقول لك قبلها بيوم هو ممكن يكون عايز يعني ما يبقاش في ما اعرفش بس هي يعني الامور انا شايف ان برضو احنا ما نروحش ما نروحش للمكان ده بالظبط ما نروحش للحته دي مباراه واحده كمان يا ولي عارف اكتر من مباراه وليد كان ممكن يبقى لكن مباراه واحده زي ما كريم بيقول يعني ما اعتقدش فيها مشكله و29 خلاص وفي ماتشات يوم الثلاث الجاي ماتشات المؤجله المصري وادي دجله وفي الاهلي وبتروجيت وفي اكتر من مباراه لكن يوم 24 هي مباراه واحده الاهلي طلع ماتش طلع الجيش كمان. وبص هو استنادا يعني دلوقتي اعتقد في استاد الدفاع الجوي كابتن كريم هو استنادا دلوقتي للحته اللي انا كنت بقولها ان احنا الامور عندنا بقت مستريحه في الاوقات ما بقاش في ضغط. انت منتخب مصر خلاص ما بيلعبش فرق الناشئين كلها لسه حتى افريقيا لسه كمان افريقيا خلاص رجع الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت هيبداوا يلعبوا من الشهر الجاي. ايوه بس لسه الاهلي مش هيلعب الاهلي هيلعب من الادوار بالظبط من دور ال 32 فانت عندك وقت وكمان رجعت تلعب المباريات يوم جمعه فالامور مستريحه يعني هو يقول لك ايه لو في ماتش ويعني ممكن اجله ما فيهاش مشكله لان الامور بقت مريحه شويه عند الحاج عامر في انك تسكن المؤجلات. أيوة. فبالتالي على حسب برضو دي ناحيه امنيه والله برضو جهاز الشرطه هو اللي هو الاقدر الأقدر هو الاقرب مننا هو طبعا الأقدر. عندهم المعلومات اكتر ان شاء الله بس ما يكونش في اي مشاكل والامور هتعدي يعني لا ولو حصل بقى استقرت ويعني ما حدش هيقدر يعني يحرك استقرار مصر في الفتره كابتن كريم عايز بس اقول حاجه ولو حصل وفرضا وزاره الداخليه عايزه تاجل المباراه ما نقعدش احنا بقى نروح لحاجات تانية ما نقعدش بقى كل نادي يقول لك اصله بيأجل لي علشان ده انا لما هلعب مع الزمالك فاريح يقول لك لا اصله بيأجل لي علشان خالد قمر ومعروف يوسف ومؤمن زكريا يلعب مش عايزين نقعد نبني حسابات على حاجات مختلفه يعني ناخد كلنا للاسف احنا عندنا مشكله ان اي قرار بيطلع الناس كلها بتشكك فيه وبيبقى مفهوم ان هو متاخد لمصلحه ناس على حساب ناس ده مش موجود يعني دي ناحيه امنيه بحته والله قالوا يتاجل المباراه يبقى ده مش عشان الاهلي يريح ولا علشان الزمالك يرجع الناس الموقوفين ولا لو اجلوا الاهلي والزمالك يبقى علشان مؤمن يلعب ولا عشان ايمن حفني ما يتوقفش ولا عشان معروف يرجع يعني اسباب مختلفه. طيب انا معايا بعض الاخبار من الاهلي ومن الزمالك. الاهلي بيقول ان هو دكتور النادي الاهلي الدكتور خالد محمود بيقول ان باسم علي هيلحق مباراه الزمالك وهيشارك فيها لو الجهاز الفني يعني عايز يشرك باسم علي او بيفكر في باسم علي. وادي دجله سدد 500 الف جنيه للاهلي نص مليون جنيه قيمه اعاره او استعاره محمد فاروق من النادي الاهلي. المصري طالب شراء احمد خيري من النادي الاهلي، النادي الاهلي رافض مش عارف ايه الاسباب. في مفروض اجتماع لجنه الكره في النادي الاهلي هيتم تاجيله لغايه ما المهندس محمود طاهر يرجع من لندن. زي ما قلت لكم في عرض جه النهارده من نادي ساسكا صوفيا البلغاري لعمر جابر مقابل 100,000 دولار اعاره لغايه نهايه الموسم. احمد سمير برضو لاعب نادي الزمالك الظهير الايسر بيقولوا خلاص جاهز للمشاركه مع الزمالك في اللقاءات القادمه وماتش الاهلي وان هو اصبح يعني سليم ما عندوش اي اصابه. الزمالك بيكتفي بمباراه وديه واحده قبل القمه عكس النادي الاهلي اللي عنده ماتشين مع بتروجيت يوم 21 ومع يوم 20 مع بتروجيت ويوم 24 مع طلاع الجيش. برنامج تاهيل لطارق حامد في الزمالك استعدادا للقمه. احنا قلنا طبعا الخبر النهارده بتاع القضاء الاداري ان القضاء الاداري يرفض دعوه حل اتحاد الكوره. كان في ولد اسمه فرانسيس لاعب امريكي بيتمرن فرانسيس خميس لاعب مش عارف ازاي فرانسيس خميس يعني مجيش مش جاي صح كان لاعب امريكي ممكن يكون من اصول عربيه كان بيتمرن مع نادي الاسماعيلي لكن ما عجبش ريكاردو فتم صرف النظر عن التعاقد مع فرنسا. هنروح استاد بيترو سبورت ونتابع بقيه اللقاءات اللي تمت من هناك بعد فوز اتحاد الشرطه على ام بي مع مراسلينا شادي المأمور وسامح الفيلي.